قبل سنتين من اليوم تعرفت على شخص كان له أثر كتير كبير في حياتي، وكان هذا الشخص يعاني من مرض عضال. في أحد الأيام سألته: هل تشعر بالأسى والحزن على نفسك؟ هل تبكي؟ فأجابني: نعم بالطبع ويحق لي ذلك، ولكن أختار وقت مستقطع من يومي لأبكي وأحزن فيه وأشعر بالأسى، وعادة ما يكون هذا في الصباح الباكر. أنظر إلى نفسي في المرآة وأطالع جسدي وما فقدت وما زلت أفقد، أبكي في كثير من الأحيان ولكني أتوقف هكذا ببساطة. تعجبت ولم أخفي استغرابي، فسألته: هل يمكن للإنسان أنه فعلا يتخطى فترة الحزن هاي؟ هل يمكن أنه يختار وقت معين من يومه ليبكي ويحزن ويشعر بالأسى على نفسه وهكذا يتوقف بكل بساطة؟ فقال لي: نعم، وأنا اخترت هذا بمحض إرادتي، لأنه يحق لي أني أبكي، يحق لي أني أشعر بالأسى على نفسي وعلى وضعي الصحي، ولكن لا يحق لي أني أختار أني أموت قبل الموت. أحرص على تذكر ما لدي وما يزال بحوزتي وما يزال يسعدني. أتذكر عقلي الذي لم يزل بأفضل حالاته. أتذكر من يعودني ويسأل عن حالي من أمثالك. لذا أسمح لنفسي بالشعور بالأسى على نفسي في كل صباح. قطرات دمع كل صباح تكفيني، لست بحاجة للمزيد منها. أتعرفين لما أفعل هذا؟ لأنني لا أتوقف عن التفكير بمن أعرفهم، ممن يضيعون ساعات طويلة من أيامهم بالشعور بالأسى على أنفسهم. ألن يكون مجدياً لو أننا نضع حداً أو خطاً أحمر لنتعداه للشعور بالأسى على أنفسنا؟ بالطبع، إنه لأمر مؤلم أن أرى جسدي يضيع مني تدريجياً، لكنه في حالتي هذه أفضل الموجود، لأنني أفكر بعدد المرات التي يهيأ لي فيها قول وداعاً، مراراً وتكراراً، أقولها هكذا في كل يوم: ليس الكل محظوظاً مثلي، كثيرون يخطفون خطفا ولا يتسنى لهم قول وداعا حتى. هل عرفتم من هو صديقي هذا؟ نعم، إنه موري من كتاب أيام الثلاثاء مع موري. هذا الكتاب أثر فيي للغاية، وشعرت بلحظة معينة أنه أنا أتحدث مع موري. كنت قد شاركتكم بمراجعة سابقة، رح أتركها بصندوق الوصف، ولكن اليوم حبيت في كلام كافيين أن نسترجع هذه الأيديولوجية جدا مهمة، أنه إحنا ما نسمح لأنفسنا أن نتخوف من المستقبل وأن نعيش على أطلال الماضي، بل نحيا أيامنا كما هي ونعيش لحظة الآن، ولا نسمح لأنفسنا بأن نموت قبل أواننا. كلام كافيين، واستمتعوا بالقهوة.